السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية المشمش في المنام للمرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لو رأت المشمش في المنام، اعرف ان انت هتحصلي على مال، اعرف ان انت هتحصلي على حمل، اعرف ان انت هتحصلي على خير ورز، سواء في الصحة او في حب الناس لك. هل معنى كده ان هيحصل لي الخمس نقط اللي انا ذكرتهم دول؟ لا، على حسب الحالة الاجتماعية اللي حضرتك مستنظرها. يعني حضرتك قاعدة مستنظرة هتحملي مش هتحملي ورأيت المشمش في المنام، فده مبشر ليكي بالحمل. كمان ممكن يبقى مبشر ليكي في الرزق، ممكن يكون مبشر ليكي في الخير. كمان رؤية المشمش في المرأة المتزوجة بيرمز إلى الأخلاق والدين وإلى حسن الخلق. كمان رؤية المشمش في المنام للمرأة المتزوجة بيدل على زوال التعب لو كانت بتعاني من مرض. طب لو بتعاني من هم وحزن ومشاكل، زعل مع زوجها، زعل مع أبنائها، مع حد من عيلتها، فرؤية المشمش هنا بيدل على زوال المتاعب والمشاكل. امتى بقى رؤية المشمش تدل على الاستنظار وعلى الصعب؟ لو رأتيه في ميعاد غير ميعاده. يعني مثلا وانا بسجل الفيديو كده انا عارفة ان المشمش ظهر بقاله اسبوع، فانا لو حلمت من هنا لكمان 30 يوم فالرؤية دي مبشرة. اما لو حلمت بعد ما المشمش ينتهي من على الشجر، يبقى للأسف كل ما هيبقى استنظار طلوع المشمش باقي عليه شهور وايام اكتر، كل ما الاستنظار والتعب والمشاكل والحزن اللي هتكوني فيها محتاجة شوية وقت أكتر وأكتر. يعني لو رأيت المشمش ده قبل ما يطلع أوانه بأسبوع واحد، اعرف إن المتاعب والمشاكل أو المرض اللي انت فيه لسه فاضل له حبة بسيطة، وربنا سبحانه وتعالى هيسبب لك الأسباب وهيجعل لك زوال الهم والغم والمشاكل اللي موجودة في حياتك. أما لو حضرتك رأيتي التمر هنا وحش، في دود، في شعر غير صالح للأكل، للأسف اعرف ان انت متعرضة لهم، لمشاكل، لحسد، تعطيل في الرزق، تعطيل في الحمل، تعطيل في حل المتاعب اللي انت فيها. فلما تلاقي الرؤية دي حاول ان انت تخرجي صدقة، وحاول ان انت تعيدي نظريتك في الحياة حتى تقدري تتخلصي من اللي انت فيه. لو شغلت أحلام ومزودة أوهام خليكي معايا أو كلميني على الخاص مع نورهان، حلمك هيتفسر بإذن الله ويكون خير ويتفسر ويتحقق كمان. ومعانا أحلامك الحلوة هتتكرر والوحشة هتنسيها.